أنا هذا الشال بيعني لي كتير. وقت كنت بسوريا كنت حامل بابني 7 شهور، عملته خطوة خطوة وتعذبت فيه كتير، يعني اشتغل فيه وارجع اشتغل، يعني كتير تعذبت فيه حتى طلع معي بدقة هاي. وفرجته لأمي عجبها كتير، ماما قالت لي اعملي لي مثله ونفس اللون، وعملت لها ماما بنفس اللون. أول شغلة فكرت فيها وقت ضبيت شنطايتي إني حط الشال اللي عملت لماما مثله، إنه مشان أحس إنه ماما معي على طول، ووقت بحطه على كتافي إني كون عم ضم ماما وحس إنه هي معي ما تركتني. وقت بحكيها بالتليفون بتقلي ماما أنا حاطة الشال اللي هديتيني إياه، وأنا بتمنى ضمك مثل ما عم ضم الشال هلا، ضمك مو هيك، ضمك حقيقي ما ضم الشال. وأنا نفس الشيء عم بحس نفس الشعور وقت بحاكيني ماما على التليفون، إني بلمس الشال اللي نفس القطعة اللي معها، إنه بحس ماما معي بس هي ما أنا معي. ويعني لي كتير، يعني ما حبيت أتخلى عنه. أول شغلة ضبيتها بالشنطة هو الشال، يعني كتير متأسرة فيه، كل ما بشوفها بيذكرني بأيام اللي كنت عايشتها بسوريا وكل الوضع اللي صار معنا. بحاول انسى بس ما عم بنسى. هو الشال اكثر شيء عم يحسسني بحنية امي إلي.